مع شديد الأسف صارت سنة وشيعة. أنا ما كنت أحكي بالسنة وشيعة، ما أقولها، بس اضطررت إلى ذلك. ما يعني الواقع يخلينا لابد من هذه التسميات، وإنا لله وإنا راجعون. أنا مستعد مع ذلك إذا أرادوا وتعاونوا معنا، لأنهم سبحان الله هاي هم أقول لك إياها مرتين. أنا حبيبي واي انحكي علي من قبل الشيعة لأنه أنا مقرب علما للسنة، لكن مع شديد الأسف لم يتنازلوا خطوة واحدة. حبيبي قلت لهم هذا الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، تعالوا صلوا خلف الشيعة، احنا مرتين صلينا وشفتوهم بال حتى قنواتكم طلعوا عليه، غير يتنازلوا خطوة واحدة ويأتوا يصلوا خلفنا منطقة شيعية. لذلك ولا زلت أدعوهم فليأتوا ويصلوا خلف إمام شيعي في مرقد الإمامين سلام الله عليه في الكاظمية، وأنا مستعد للتعاون معهم إلى أبعد الحدود، ولأن تكون جميع مساجد الشيعة لهم وجميع مساجد السنة لنا، بشرط أن لا يكون تكفيريا وناصبيا.